السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد في الفورماسيون بتاعنا في الجافا سكريبت. المرة دي باش نعملو اكسبليكاسيون صغيرة على التيب دي باز في الجافا سكريبت، ومع نواكب باش نعملو كونكاتيناسيون وكيفاش نعملو كرياسيون دان تابلو. في العادة نحنا نخدمو بالمحتاج نعملو بشي جافا سكريبت نحطو فيه الفيشين بتاعنا المطار نصنع فيه جديدة به نعملو رحل صغير بالنسبة لتيب دي باز في جافا سكريبت. عش عنا لي نومبر وعنا لي بوليان وعنا لي شين دي كاركتير وعنا لي تابلو وفاميلي دي تابلو اسوسياتيف. دونك نحنا مثلا نبداو ليكزومبل الاول نعملو اون كونكاتيناسيون par exemple كل عادي نحلو النقاط نعملو اون كاباج دي تيفيت نختارو لونجاج او لونجاج فوالا. كيفاش نعملو كونكاتيناسيون بجافا سكريبت؟ سهلة برشا، ناخذو فاريابل مثلا باش نحطو فيه الشان اللي باش نعملو كونكاتيناسيون. par exemple var x ايكال ناخذو مثلا نعملو نومبر ou des caractères, par exemple 30 نعمل plus كي ولي نومبر من غير ما تحطلو لك الزقولة و طبعا هنا يحطو لي الليتر مثلا 30 و هكا شنو خذيت الفاريابل اكس هذي افكتينا لها الشان دي كاركتير 30 يورو مع بعضها. معناها كيما نقولو اكس فالي سوا شو مش تاخد بالضبط فالير بتا اكس مش يولي 50 تبقنا 30 يورو هكا بالضبط. وهكا سهلة برشا شفتو معنا اللي عملنا بيها كونكاتيناسيون. توا مثلا باش نصنعو نعملو كريسون تاع تابلو باسكو هذا كيفاش نعملو كريسون تاع تابلو؟ عم سهلة تعمل تابلو بعد نقاده new array تيرم array مزاج مثلا بارانتيز التابلو بتاعنا مثلا هم حطوا فيه 5 كاتس مثلا حطوا 5 هذا التايم بتاعه بامبرجي والا به عملنا نحن فيه قولوا 5 كاتس. دونك انت تحب مثلا الكاز الاولى تحط فيها الفالير 100 كيفاش تعمل؟ تعمل تابلو بالعاده تابلو بالالت والسانك ولا مش بارونتيز بالالت والسانك تعطيه الكاز زيرو خاطرو الانديس بتاعو يبدا بالزيرو. هما صحيح قلنا دي سانك كاز مي الانديس يبدا من زيرو حتىش للكات. دونك تابلو دي زيرو معنا ايجال اعطيو فالير مثلا 100 مثلا نحبو الكاز الثانية في دي 100 كي العادة تابلو دو ان ايجال دي 100 معناها ماشي معناها قلنا احنا في 5 كاز معناها من 0 ل 4 مثلا اوكي هاو مش عمرو كلهم هاو زيرو ان هذي كاز نمرو دو الانديس نمرو هذي كات فوالا عاملين هنا نجم نحطو 1 200 300 400 500 ولا ما جست اكزامبل صغير ولا ما نتوهش عليكم. شفتوا معنا سهل باش في الفيديو هذا تعلمت كيفاش نعملو كونكاتيناسيون تاع ان شين دي كاركتير ومع فالور وتعلمني كيفاش نعملو كرياسيون دان تابلو افيك جافا سكريبت. كان كل الفيديو هذا عجبكم ديجا نحنا هذا في ثالث فيديو ولا رابع في جافا سكريبت كل مرة نقدمو حكاية. اذا كان فاتك الفيديو ما تنساش تعمل جيم تعمل بارتاج الفيديو واذا انت ماكش ابوني في الشين تعمل تابوني. باي باي.